وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سمو الشيخ زين بنت خالد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية. مرحبا بك سمو الشيخ زين في نشرة الثالثة، وكما نعلم إنجازات كبيرة ومشهودة لمؤسسة المبرة الخليفية، وفي هذا السياق كلمة تودين توجيهها بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعني يسعدني ويشرفني أن احنا نحضر اليوم احتفال مؤسسة المبرة الخليفية بمرور 10 سنوات على إنشائها، وإحنا كنا دائما حريصين منذ إنشاء المبرة أن احنا نقدم البرامج والمبادرات اللي تخدم المجتمع البحريني والمواطن البحريني وخاصة فئة الشباب. حاولنا أن احنا نقدم البرامج المتميزة اللي تقدم الأدوات اللازمة والبيئة المناسبة للشباب البحريني ليتمكن من تحقيق طموحاته وأهدافه، وأيضاً أنه يخدم بلده بشكل فعال. ولله الحمد يعني إحنا قدرنا أن إحنا نقدم برنامج رايات للمنح الدراسية، وهو برنامج يقدم منح دراسية جامعية لمختلف التخصصات، ومو بس فقط منح دراسية، ولكن أيضاً هو برنامج شامل يقدم الورش العمل وأيضا فرص عمل تدريبية ومميزات أخرى. وأيضا عندنا برنامج إثراء الشباب اللي هو يركز على الشباب الأصغر سن من خلاله ننمي مهاراته وقدراته القيادية والحياتية. وأيضا بعد عندنا صندوق الشيخة موزة الخيري، وهذا الصندوق يقدم المبادرات الخيرية في المجتمع على حسب الحاجة. ولله الحمد اليوم نطلق بعد منصة جسر، وهذه المنصة نطمح من خلالها أن تكون همزة وصل بين المواطن البحريني اللي عنده القدرات والمواهب وحاب ينميها وتكون له مصدر دخل، وأيضا في نفس الوقت مع أصحاب المشاريع والشركات، بحيث أنه يكون فيه تنمية وازدهار حق الاقتصاد البحريني. نعم سمو الشيخ زين بنت خالد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية، شكرا جزيلا لك.